حكمته جل في علاه أن جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتواصلوا. السلام عليكم أحبابي، لبس عليكم، صباح الخير. أول حاجة عيدكم مبارك إن شاء الله، يكون خير عليكم، تكون إن شاء الله ينعاد علينا السنة اللي جاية إن شاء الله. مهم، أنا مشيت المسجد تعطلت صراحة، فقط معطلة، قلت محالش صافي، فقط مع الخمسة ونص وكيد مع الستة وأنا مازال ما دايرة والو، كنت جريت شوية وصافي الحمد لله وصلت، يلا وصلت، وصلينا نيشان الحمد لله. كان الشهر مهم قصرنا ولا درنا، يا ربي تسمح لينا ويعطينا الأجر ويتقبل صيامنا والأعمال ديالنا يا رب العالمين. مهم اليوم مع الخال عيد الفطار، ما كيكونش جوعانين، لكن مهم ضروري الجو ديال العيد. أنا وخا بوحدي ما كنعكش على إلا بغيت ندير شي حاجة صافي نيشان كنديرها، خصوصا في هاد الايام، هذوك العطل ديال العيد وداك الشيء، حيت كيكون واحد هذيك العيد هو الجماعه والناس. لكن الحمد لله هاد العيد عندي واحد البروغرام مختلف، قلت ما قدرتش نسافر، ما قدرتش نمشي لتا شي بلاصه غير زعما داخل الدوله، ولكن ما قدرتش صافي كلشي، لقيت كلشي عامر، ما لقيتش شي بلاصه زوينه، صافي الاخر عكست قلت صافي غنبقى في الدار، غنحاول نخرج غير هنايا بلا ما نمشي بعيد. المهم انا راني واجده الطبله، الله. المهم انا اهم حاجه عندي هذا الشيء هو بغرير، كيعجبني بزاف، قال هو اللي غناكل دابا. صافي انا دابا نعست صراحه مورا الفطور، مع ديك العشرة رجعت نعست، دابا عندنا 3 ولا 4 الله فقت. قلت هنا اصلا كنت دايره في بالي غندير لحم بالبقره، شي حاجه هكا كنديرها ديما، واخا زعما انا كنديرو ديما ماشي مشكل، ولكن المهم هكا التغيير في العيد. صافي هادشي اللي كاين، ندير اللحم صراحه ماشي بالبرقوق، بالمشماش، حيت ما لقيتش البرقوق، ما كان فيه ما يمشي بعيد نجيبو، فقلت ماشي مشكل المشماش كيدار. السلام عليكم احبابي، صافي مورا الغداء صراحه الترخيض نعست واحد شويه، ومن بعد قلت غادي نخرج، باقي الحال دابا راه 45، قلت غنخرج نشوف شويه شنو كاين في الاجواء ديال العيد، شنو واقع في الدنيا. هاد البلاصه اللي انا فيها بعيده شويه، كيعجبني الهدوء والراحه، كيعجبنيش الزحام، فقلت نشوفوا شويه شنو كاين في هذا العيد، شنو دايرين، شنو الانشطه. وقلت غنمشي للقريه العالميه غنشوف، بما انه بقات لها واحد، فكرت في القريه العالميه حيت بقات شي 4 ايام ولا 3 ايام متسالي، زعما الموسم ديال 2022 دابا ان شاء الله حتى العام الجاي في شهر 11. المهم
المهم في نفس الوقت نخرج شويه لانه الا بقيت في الدار ما غاديش نخرج السيمانه كامله، حنا الاسبوع كامل عطله، فقلت نخرج باش نكسر داك الروتين، باش نبدا نتشجع هاد الايامات اللي جايين نخرج. المهم ما نطولش عليكم، يلا نمشيو للقريه العالميه. اليوم القرية العالمية فيها الزحام، عرفتوا حتى في الباركينج زحام زحام زحام. شوفوا الناس. المهم انا وصلت هنا، قلت عين ندخل افريقيا هي الاولى، دائما كيكون عندهم. المهم كيديروا زبدة الشيا، المهم داك الشيا ماشي لعيبات. ها هما زبدة الشيا وداك الشيء. سحام سحام هيا هنا كنشري من عندهم هنا زبدة الشيا بعد المرات. كلهم تقريبا عندهم هذا الشيء. عندهم أشياء إفريقية. لعيبة إفريقية. هذه أفغانستان، عندهم هنا الجاكيت، نشوف هنا العطور، لا ماشي العطور، البهارات، عرفت علاش تخربقات لي في راسي. ريحة الزعفران قوية هنايا. عندهم ال انا خديت الكارت ديال الالعاب بس غادي نلعب هادي. هذا بيت الرعب، غادي نلعب شوية. انا لعبت هذاك بيت الرعب اللي كاين تما، ولكن ما خلاونيش نصور اصلا، ما تخلعت بزاف، ما كاين والو. المهم دابا انا كنقلب على شي حاجه وحده اخرى نلعبها. العيد خصنا نلعبو. Yeah,
صافي ساليت، انا جيت المخرج صافي غنخرج عييت، كانت الوحده ونص ديال الليل فبقيت تما بزاف ديال السوايع. المهم كان هذا هو النهار ديال العيد، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. عيدكم مبارك، بسلامه.